البعض كان بيحاول في منتصف الطريق يقلل من قيمه مجلس اداره النادي الاهلي، مش بس الكابتن محمود الخطيب، كان الجميع خاصه اللاعب حسني عبد ربه. نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا كلام كتير لازم نعقب بيه. هل شايف ان مجلس الاهلي بيتاثر بشكل كبير جدا او بيعمل حساب كبير جدا للجماهير وهو بياخد قراراته، فبالتالي ده بيوقعه في اخطاء اللي جوه في السوشيال ميديا مش على قدر المسؤوليه. انا شايف ان من سنين كتير ما شفناش النادي الاهلي كده، كنا بنشوف النادي الاهلي بياخد القرارات الصح، كل حاجه كانت بتتعمل صح. الفتره اللي فاتت دي كلها في تخبط اداري موجود جوه النادي الاهلي، والتخبط الاداري ده معناه ان في جوه ناس اسماء كتيره. يا حسني انت بتتكلم ان كابتن محمود الخطيب راجل تسلسل الاداريه، بتكلم على كابتن محمود بس اللي حواليك دايما، اللي حواليك خالد درندالي العمري، في ناس ممكن تحرقك، حتى الشباب الصغيره، شباب كلهم عندهم خبرات كويسه جدا بالنسبه، يعني انت بتتكلم في ناس عندها خبرات كبيره جدا، الناس اللي ماسكه ملفات الكوره، بتتكلم كابتن محسن صالح عنده خبرات كبيره جدا، والناس يعني في ناس كتير عندها خبرات. احنا من امتى يا ميدو ما شفناش المشاكل دي جوه النادي الاهلي؟ من امتى؟ من سنين. أنا عايز ما شفناش اللعيبه اللي مشيت، ما شفناش النهارده رمضان صبحي بالعقد واللي بتقول ده، ما شفناش النهارده فايلر والثغره، ما شفناش النادي الاهلي طول عمره، ما شفناش النادي الاهلي بيمر بوقت زي كده. عجبني ذكاء ميدو اللي بيوجه السؤال، وسؤال عارف انت السؤال اللي بيوجهه للاجابه، انت شايف ان النادي الاهلي بيخاف او مجلس اداره النادي الاهلي بيخاف من جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا؟ ده سؤال اكيد حسني عبد ربه هياخد السكه اللي هو خدها دي بالظبط، لكن خدها حتى كمان بمصطلحات صعبه جدا. ما ينفعش تطلع من لاعب كان في منتخب مصر في يوم من الايام ويقول ان مجلس اداره النادي الاهلي مش على قدر المسؤوليه. انت مجلس اداره النادي الاهلي كله قامات، من بدايه من اكبر راس فيه وهو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مرورا بوزير للشباب والرياضه الاسبق النائب المهندس عمرو فاروق، لحد اصغر نائب في السن يقدر يدير مؤسسه ويقدر يدير منظومه. العمل في النادي الاهلي عمل مبني على مؤسسه، ما ينفعش وانت كنت لاعب في منتخب مصر يكون ده كلامك عن ناس افاضل حققوا البطولات دي، حققوا البطولات دي، وما ينفعش تقول في تخبط وانت شايف مسيره او مش عايز تشوف مسيره من التصحيح بدات من يناير، وصفقات للنادي الاهلي تم المجلس عقدها عشان النادي الاهلي يحقق رغبه جماهير النادي الاهلي، لان اي حد بيشتغل في النادي الاهلي هدفه الاول هو ارضاء جمهور النادي الاهلي، مش الخوف من جمهور النادي الاهلي. مفيش علاقه خوف بين مسؤول وجماهير النادي الاهلي يا كابتن حسني، العلاقه اللي موجوده علاقه حب، الجميع بيتكاتف على صناعه ومجد النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. فهذه صفقات تم عرضها او تم استقدامها من اجل فرحة جماهير النادي الاهلي بالبطولات اللي اتحققت، واعتقد جزء كبير جدا من الصفقات دي لها دور مؤثر بشكل كبير جدا في تحقيق البطولات في الفترة الاخيرة، واعتقد ده فارس نجاح كبير لمجلس ادارة النادي الاهلي كمان مترجم للبطولات. معاك يا احمد. وبعدين كابتن حسني عبد ربه كلامه كله مغالطات لسبب، هو جه اتكلم في وقت كان النادي الاهلي فيه متسيد الدوري وبيلعب في افريقيا، ما خرجناش من بطوله، ده الكلام ده كان في اللحظه اللي النادي الاهلي لسه مش متسيد الدوري ولسه في كاس مصر حظوظنا موجوده وفي كل البطولات انت بتنافس. فهنا الكلام لمجرد لاعب كان انتقل لمكان او كده بدانا نتصيد الاخطاء. بعدين كابتن حسني يعني هو واضح ان انت اساسا واخد توجه الاداره وفي الاسماعيلي ونفسك تكون موجود وفي مناوشات بتحصل وقلبك على الاسماعيلي، كل ده حلو، بس نصيحه ليك بقى، لو عايز تتعلم إدارة بجد اتعلم جوه مدرسة النادي الأهلي، مش هتلاقي مدرسة أعظم من كده تتعلم فيها. لو أنت كنت لاعب، في لاعبين بتطلع تحترف عشان خاطر تطور من نفسها، أنت تبقى حلمك تعمل معايشة جوه مجلس إدارة النادي الأهلي عشان بس تحاول تلقط حاجة صغيرة تفيدك كتير جدا في الكارير بتاعك. حتى هو لاعب يا فارس حلم ان هو ينضم للنادي الاهلي لصناعه التاريخ، لانه عارف ان التاريخ في النادي الاهلي. اعتقد القدر دايما بيليق باللاعب اللي فعلا يكون يستحق يلعب في النادي الاهلي هل يتواجد فيه ولا لا، واحيانا الاقدار بتخدمنا. نشوف بقى بطولات النادي الاهلي اللي حققها في الموسم اللي كان كله تخبط ده، في موسم واحد بس اربع بطولات على مستوى كره القدم، وان شاء الله لسه الباقي يعني جاي، دوري كره القدم للمره ال 42، ابطال افريقيا للمره التاسعه بعد غياب سبع سنين، كاس مصر للمره ال 37، السوبر المصري للمره ال 11، دوري الطايره، كاس مصر لكره الطايره رجال، دوري السيدات لكره الطايره، دوري كره السله سيدات، 8 بطولات. وهنا ما جبناش في الالعاب الاخرى، احنا يد طايره كره قدم وسله، دي البطولات اللي حققها المجلس اللي بتراه متخبط ومفيش مجلس اي نادي في مصر
يقترب بنسبة مئوية حتى من نسبة نجاح إدارة النادي الأهلي. فده حبينا نوريكو في لحظات كان إزاي الصورة بتتشاف وكان بيروج لإيه، وهل الكلام ده كان أحكام ناتجة عن رؤية ولا مجرد تغبيط. مين يا فارس النادي اللي تتوقعه الموسم ده حقق بطولات في الألعاب دي أكتر من يعني يقترب من النادي الأهلي؟ لا ما فيش، انت في بتتكلم في الاتحاد السكندري ده في السلة. الاتحاد السكندري اتطرد من النادي الاهلي وحقق 4 بطولات، ولكن الكابتن حسني عبد ربه شايف ان الانتقاد يروح للنادي الاهلي اللي محقق 8 بطولات ومكتسح كل الالعاب. طبعا احمد، وانا زي ما بقول انت بتاخد الصوره كمجمل. نروح بقى لقصه تانية خالص، اهميه البطوله بقى. يعني كابتن ميدو كان طرف في الحوار، وحنرى حكمه هو شاف ايه البطولات المهمه وايه البطولات اللي مش مهمه، وفي نهايه المشهد لو حققت ايه تبقى نجحت. دي رساله من ميدو لحسني عبد ربه، نطلع ونشوفها. النهارده على مرحله حياه او موت، يكسب بطوله افريقيا ابطال الدوري يا اما كل اللي انا بعمله ده يعتبر فشل بالنسبه للناس، خاصه ان انا ما كسبتش الدوري. انا ما كسبتش الدوري زي الاهلي، الاهلي عنده شويه كريدت كسب الدوري، انما النهارده الزمالك داخل عريان. النهارده الزمالك معاه بطولتين ولا هم البطولتين السوبر حاجه، البطولتين الكبار الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري. الكاس والسوبر دول حاجه تانية، دول ايه؟ عارف لما بتعمل اكله حلوه كده في الاخر وبتحط لها شويه حاجات حلوه فوقيها، دول السوبر والكاس. معلش مع احترامي، البطولتين اللي بيعيشوا انديه كبيره الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري. هو ده اللي الجمهور بيجي لك في الاخر يقول لك يا عم، يعني مثلا ايه ما تخشش في 5 بطولات تقول لي كسبت الكاس واثنين سوبر، ماشي حلو قوي. عملتوا البطولتين دلوقتي كده، ما بالك بقى الاهلي كان واخد الدوري وحظوظه قائمه في الكاس وخد دوري ابطال افريقيا. اعتقد اكبر رساله من مقدم البرنامج اللي انت بتطلع معاه ضيف يعرفك اذا كان النادي الاهلي حقق اهدافه ولا لا، مقارنه بانديه زي ما قال ميدو ممكن تطلع من الموسم من غير اي اهداف، لان دايما بتبص على بطولات المباراه الواحده، ودي مهمه جدا يعني. طبعا دي خلاص بتوضح قيمه البطوله، دوري الابطال افريقيا والدوري. فالنادي الاهلي خد الاساس وخد برضو شويه الايه الزينه اللي على التورته زي ما بيقول ميدو، اللي الحقيقه عنده برضو موقف ضد مجلس اداره النادي الاهلي وحاجات بيقولها بشكل غريب جدا. ده اذا كان بنقول الكابتن محمود الخطيب مش بيرضى ان احنا نثني عليه، هيرضى ان احنا ننتقد حد في قناه النادي الاهلي او حتى خارج قناه النادي الاهلي؟ لكن ما عليه.